مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مبدعون. ضيف حلقة اليوم ضيفي مميزة بأنه كل اللي بتكرته واللي بتعمله هو فلسطيني 100%. أولا هي ولدت وعاشت في بيت جالة، وللآن بعدها موجودة في بيت جالة. اللي بتعمله مجوهرات فلسطينية ولكن بطريقة ونكهة خاصة جدا. خليني أرحب بنادية أبو غطاس. أهلا وسهلا نادية. أهلا فيكي نادية. أنت ولدتي وعشتي في بيت جالة، أكيد لك ذكريات جميلة بهالمنطقة ودرستي أيضا في بيت جالة. نسترجع شوي بعض القصص. أنا من بيت جالة، وهاي المدينة بصراحة أنا كتير 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 بحبها. طبيعتها حلوة وخلتني أرجع للطبيعة وأحب الطبيعة. جبلية خضراء، فيها الصخر الجميل، بيوتها، ناسها. لما كنت أنا صغيرة نطلع على المدرسة أشعر زي عيلة، إنه كل بيت أوصل له تيجي واحدة من هالصحبات ونكمل مشوارنا تنوصل للمدرسة. أحسها إنها مش بلد ولا مدينة ولا إشي، أحسها بيت. نادي أبو غطاس من هي وصغيرة جدا في المدرسة اكتشفت أنه عندها موهبة في الأشغال اليدوية، كانت تعمل أشياءها بنفسها. وأيضا والدها اللي له علاقة في تصميم ونحت الحجر أثر على هذا الحكي. نادية، كنت تعملي هداياك بإيدك، نحكي عن هذا العالم شوي. طبعا لما أعيش في بيت من مصغري وأسمع عن الفن والنحت والأشغال اليدوية والرسم، كمان الله يرحمه كان يرسم منه في المدرسة، عنده رسومات لحد هلأ موجودة عنا. ولما كان يشتغل في المنشار يطلبوا منه يعمل قطعة معينة، أشوف كيف هو بفكر قبل ما يبدأ يشتغل فيها، كيف بفكر بخطط لها قبل ما يبدأها. هذا كله أعطاني مدى طويل، إنه لما بدي أعمل قطعة فنية أو قطعة يدوية أو فن معين إني أفكر أخطط له بعدين أبلش فيه. ولما كنت في المدرسة كان معلمة الفن اكتشفت إنه أنا في عندي عدة هوايات كتير أكتر من اللي هي بتعلمه للطلاب. مثلا بتعلمهم الرسم أوكي، بس أنا صرت أرسم ملابس، كيف أخطط لفستان لإلي وأروح على البيت من أي أقمشة في البيت ما بدهم إياها أو مش حابينها أعمل منها فستان أو أعمل منها تنورة. فلما اكتشفوا هذا الإشي أمي صارت تشتري لي أقمشة منيحة ونمت عندي هاي الهواي. وإيش مع الخياطة؟ قلت لي كنت تخيطي ملابسك بنفسك وهداياكي للناس تعمليها بنفسك. لما اكتشفت قديش انه انا في عندي هاي الموهبة، صرت اشوف حالي لما بدي اقدم هدية لحد ما اروح اشتري من السوق، اقدمها بنفسي. اذا كانت قطعة تطريز او قطعة من كروشيه او خياطة لبيبي وهذا. تشتغليها انت يعني؟ اشتغلها انا وبايدي، ولما اقدمها تكون فعلا قطعه مميزه والكل كان ينبسط منه وينبهر، لدرجه انه لما كان يكون في عنا مناسبات الكل يستنى يشوف ايش ناديه بدها تلبس. ناديه خلصت دراستها في بيت جالة وراحت للقدس ودرست سكرتاريا، ولكنها ما اشتغلت فيها، حبت تشتغل شيء ثاني، عمل تطوعي مع الكنيسه اللي فتح افاق مهمه جدا لها. بعد ما خلصت توجيهي حبيت أعمل سياحة داخلية،
اللي شفته وعرفته انه الاجانب كلها بتيجي عندها معلومات عن الاماكن السياحيه والاماكن الدينيه اكثر من احنا، فانا حبيت اكتشف هذا كله. فبيني وبين نفسي حكيت اذا كل يوم بدي اروح على محل انا هين بدي اعرف بلدي، وحطيت خطه لسنه او لسنتين اني اعرف فلسطين كلها بكل تفاصيلها بكل خزق عنها، الاثارات القديمه والاشياء الجديده. فبلشت في هذا الاشي عشان اعرف، انتوا بتعرفوا انه فلسطين دينية من الدرجة الاولى اللي فيها الاديان السماوية الثلاث، في الاثارات للاسلام والاثارات للمسيحية واماكن السيد المسيح وين راح وين اجا وين ولد والتفاصيل هاي كلها. بلشت عنا كل عيد اروح على الكنيسة محل ما بيحتفلوا في العيد هذاك. هلأ من هناك البتراكية اكتشفت انه هاي ممكن نستغلها للأعمال التطوعية في الكنيسة، فصاروا هم يدعوني للقاءات لمؤتمرات لشبيبة، وشوي شوي شفت حالي ماشية مع الأعمال التطوعية وشفت حالي مبسوطة فيها، فما فكرتش اني اشتغل بالمرة، استمريت فيها. مع استمراريتي صار في عندي خبرة أكتر، صارت البتراكية تطلعني لمؤتمرات مجلس كنائس عالمي، مؤتمرات مجلس كنائس الشرق أوسط، كنت بالأردن، كنت في أبروس، كنت في روسيا، حتى المؤتمر اللي رتبوه له لافتتاحية الألفية الثالثة اللي هو كان بعيد البشارة بالناصرة، أنا كنت من المنظمين لإله، غير عن أني مدعوة أني أحتفل فيه. استمريت بالأعمال التطوعية اللي أنا مبسوطة فيها لغاية ما بنوا الجدار وحد من حركتي، لأنه صحيح معي أنا تصريح لدخول المناطق الإسرائيلية اللي هم بسموها إسرائيلية، بس بدون سيارة الواحد ما بقدرش يتحرك بسهولة زي أول، فهذا كله حد من أعمالي التطوعية، وصارت شوي شوي تخف وما طلعت ولا أنا ما فيش عندي إشي أعمله. ففكرت نصحوني إنه أستغل الهوايات والأشغال اليدوية اللي أنا كنت أعملها، صرت أشوف المراكز الثقافية عنا في بيت لحم هون إيش بعطوا كورسات، إيش بعطوا دورات، أروح أتعلم منها. اتعلمت دورة مكياج، اتعلمت فن الطبخ، دورة طرق عن نحاس، دورة سهر الزجاج، وأهم الدورات اللي أنا تعلمتها ترميم الكتب والمخطوطات القديمة بكلية الدعوة. كيف دخلتي عالم المجوهرات؟ أخذتي دورات كورسات؟ بعد دورة ترميم الكتب والمخطوطات سمعت عن إعلان عن دورة لسكب المجوهرات، فأنا صار في عندي حب استطلاع كيف بيعملوا المجوهرات، كيف بصنعوها بيشتغلوها، فروحت أنا أتعلم كأخذ معلومات. أول دورة كانت بشهر 4/2005، ولحقتها دورة تانية بشهر 10 لكيف نلحم الحلقات، كيف نعمل السناسيل، كيف نعمل الإحلاء الخواتم. ومن هناك أنا شفت حالي وانطلقت وصرت أسكب إيش مكان، حطيت أسكب ورد، حطيت أسكب ورق زيتون، حطيت أسكب ورق بلوط، ورق زعرور، إيش رفسته سكبته، سكبت حبة تين الصغير. إحنا عنا في بيت جالة الطبيعة كتير وفيها تشكيلة واسعة من الأشياء اللي أنا حبيت إني أحطها وأصيغها وأعملها مجوهرات.